وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة مها مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين. نرحب بك سيدة مها في نشرة أخبار الثامنة. وما هي أهمية هذه الشراكة مع منصة فريلانسر لتأهيل وإشراك البحرينيين في العمل الحر؟ الله يمسيكم بالخير. بداية نشكر تلفزيون البحرين على مواكبة وتغطية مستجدات الصندوق أول بأول. بداية طبعا احنا لابد ان نأكد على ان جميع ما نقدمه من برامج ومبادرات وشراكات تأتي انطلاقا من احد اهدافنا الرئيسية في صندوق العمل تمكين في تعزيز حصول الكوادر الوطنية على فرص التوظيف والتطور الوظيفي الى جانب دعم المؤسسات. وما يقتصر الأمر على تأهيل البحرينيين للحصول على فرص وظيفية، بل نعمل على توسيع نطاق الفرص للمواطن من أجل مشاركته الاقتصادية، سواء من خلال تشجيع المبتكرين والمبدعين على إطلاق مشاريعهم في ريادة الأعمال أو من خلال العمل الحر كما تم في هذه الشراكة. طبعاً مجال العمل الحر هو مجال واسع وذو مردود مجزي على المؤهلين أو الموهوبين والمبدعين للاستفادة من الفرص اللي تيحها. بحسب دراسات كذلك البنك الدولي، بلغ حجم سوق العمل الحر 12% من إجمالي سوق العمل العالمي خلال العام الماضي. وفي هذا المنطلق احنا اخترنا التعاون مع احدى اكبر المنصات المتخصصة في مجال العمل الحر او ما يسمى بالفريلانسينج، من اجل تقديم افضل مستوى ممكن من التدريب العملي والخبرات للكفاءات البحرينية المهتمة بالعمل الحر وتزويدهم بالمهارات والمعلومات اللازمة للانطلاق في هذا المجال اللي يتضمن فرص كبيرة وغير محدودة للعمل. نعم السيدة مها، ما الذي تتيحه هذه الشراكة مع المنصة ومن يمكنه الاستفادة من هذه الشراكة؟ من خلال هذه الشراكة نهدف لإتاحة الفرصة للبحرينيين للانضمام لبرنامج تدريبي يتضمن 3 مراحل رئيسية، واللي تركز على تطوير المهارات العملية للمشاركين، ومن ثم التدريب على رأس العمل تحت إشراف خبراء مختصين، وفي المرحلة الأخيرة بيحصل المشاركين على فرص أن أهما يتقدمون بعروض حق مشاريع قائمة من خلال المنصة والاستفادة والمنافسة عليها في سوق عالمي للعمل، مع توفير الدعم والإشراف لضمان نجاحهم. باب التقديم في البرنامج مفتوح أمام جميع البحرينيين اللي يمتلكون المهارات في عدد واسع من المجالات الملائمة بطبيعتها للعمل الحر، مثل التصميم الجرافيكي، تطوير البرامج وعلوم تحليل البيانات والتسويق والترجمة وكتابة المحتوى وغيرها. نعم السيدة مها مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين، شكرا جزيلا لك.